التزمنا في الانتخابات بإعطاء الأولوية القصوى لأولويات المغاربة اللي هما الصحة والتشغيل والتعليم، وجينا في الانتخابات برنامج واضح، 5 التزامات و25 إجراء، واليوم هذه الالتزامات صبات كلها في البرنامج الحكومي. وابتداء من الأيام الأولى في تنصيب الحكومة سعنا في الوفاء بالعهد وما ضيعناش الزمن التنموي. كان هدفنا طيلة هذه السنة هو تحقيق عدد من الوعود رغم صعوبات التحديات العالمية. لهذا لازم نسأل أنفسنا أشنو درنا في السنة الأولى من بعد الانتخابات، ونقدر نقول لكم بكل ثقة باللي عطينا انطلاقة لأغلبية الإجراءات ديال البرنامج الحكومي. يقدر هذا الشيء ما يبانش للجميع، ولكن دا مجهود مهم لوضع الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة على السكة ديالها. البعض من هذه الإصلاحات بان في الواقع، والبعض باقي قبل طريقه، وإن شاء الله المنجز الحكومي غادي تبان الأثار ديالو طيلة السنوات المقبلة.